أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا في حوار آخر. بعد 63 عاما من الاستقلال لا زال السودان يبحث عن السلام ويعيش أزمة وطنية عميقة وشاملة طبعت كل وجه الحياة. رغم استفشار البلاد بثورة شعبية أجمع عليها كلها للسودان وعجبها العالم، لكن بعد الثورة توقع المواطن أن يجلس أهل السودان عامة وكافة شركاء الوطن ليخطوا في مسار السلام نحو مستقبل أفضل للبلاد. هي أمنيات السلام استحقاقات وفرص وتحديات، كل هذا والملفات نرفعها أمام الأستاذ حافظ إسماعيل محمد رئيس منظمة إفريقيا العدالة المهتم والناشط في أروقة مفاوضات السلام السودانية. أستاذ حافظ أهلا مرحبا بك. شكرا لك وشكرا لقناة الشروق كثير على الاهتمام بقضية السلام قضية مفصلة، وشكرا كثيرا حقيقة. ده أول لقاء لي في قناة سودانية، يمكن باستمرار بعمل مقابلات في قنوات لكن ده أول قناة. أفتكر أنه دي برضو ذات مؤشر لأنه السودان بدأ يتغير. ده من حسن حظنا يعني. حافظ طيب، بما أنه ده أول لقاء في قناة سودانية، خلي برضو المشاهد السوداني والإنسان السوداني يتعرف على من هو حافظ إسماعيل محمد ورئيس منظمة إفريقيا العدالة. والله أنا حافظ إسماعيل محمد رئيس منظمة إفريقيا العدالة، وكنت مدير برضو لإفريقيا العدالة في بريطانيا في لندن. وأنا الخلفية بتاعتي جاية من المجال بتاع المال والاقتصاد. أنا زول كنت شغال في بنك، وبرضو اشتغلت في شركة استشارات مالية في بريطانيا، وعندي علاقة بالبنوك والمال والاقتصاد. زول اقتصاد يعني؟ اقتصاد النقدي، لكن برضو عندي اهتمامات بمسألة السلام لفترة طويلة، ومسألة السلام والقضايا الديمقراطية والقضايا اللي عندها علاقة بالحكم وكده لفترة طويلة يعني، من خلال دوري كناشط، وبرضو من خلال الممارسة والعمل في منظمة أفريقيا عدالة، منظمة بتاعت بحث ولقضايا الديمقراطية وقضايا السلام والحكم الراشد. نعم، يعني المنظمة تأسست سنة كم؟ المنظمة في السودان في 2007، لكن في بريطانيا هي من سنة 98، وعندها علاقة بمنظمات في أفريقيا، من ضمنها في إثيوبيا والمنظمة بتاعت بان أفريكان، لأنه كان أعضاء في مجلس إدارتها أفارقة برضو، جزء منهم واحد كان مدير كان سكرتير المنظمة بتاعت بان أفريكان اللي موجودة في كامبالا، وبرضو من إثيوبيا ومن يعني بالتحديد القناة. يعني منظمة إقليمية أفريقية، جلسة أفريقية حاسة أن إحنا بالتحديد في السودان، لكن هي كانت تشتغل بصورة أساسية في القرن الأفريقي يعني في الإيجاد، وكانت برضو عندها صفة بتاعت استشارية في الاتحاد الأفريقي، وعندها علاقة بقضايا التحول الديمقراطي وتطوير الاتحاد الأفريقي وقضايا السلام والديمقراطية في الشكل. يعني أستاذ حافظ، لما أنا أسمع قضايا السلام بستوعب أنه المنظمات دي مهتمة بإحلال السلام بين الشعوب في العالم، لكن لما أسمع قضايا الديمقراطية بتوقف، لأن الديمقراطية دي شان داخلي اللي هو في طرائق الحكم ومصير الحياة السياسية. فوضح لنا شنو الخدمة ممكن تقدم المنظمات دي لقضايا الديمقراطية. الديمقراطية هي يعني هي ما أصبحت شأن داخلي، باعتبار أنه يعني هي مربوطة، الديمقراطية والحكم الراشد والاستقلال دي مربوطات مع بعض يعني. وبس أن احنا نستفيد من تجربة أوروبا بعد ما خاضت حربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اتجهت إلى الديمقراطية ومسألة السلام، وهو آخر ديكتاتورية كانت فرانكو في إسبانيا. بعد ذلك بقت أوروبا ماشية نحو التعاون الاقتصادي والتكامل بدل من الصراعات وكده، فالديمقراطية هي سمحت لنمو اقتصادي وسمحت الحريات وسمحت أهم حاجة للتداول السلطة بصورة سلمية بدون حروب، وده السبب اللي خلى يكون في تقدم سياسي اجتماعي اقتصادي في الدول الأوروبية. يعني وجود الديمقراطيات في أي مكان في العالم بدي مساحة أكبر للسلام. طبعا، لأنه الديمقراطية في حكم القانون، نعم، في فصل السلطات، فبالتالي أنت ما محتاج أنك تلجأ إلى
الى تحارب عشان تاخذ حقك، لانه ممكن تاخذه بالقانون يعني. فدي الميزه بتاعت النظام الديمقراطي. وبعد ذاك يعني السلطات بيتم تبادلها بالانتخابات الحره النزيهه، واي زول بيكون مقتنع. بعدين في حتى الخلاف ذاته عنده قواعد بتحكمه يعني، يعني انت رايك ممكن يسمع. بعدين الديمقراطيه هي مش راي الاقليه بتفرض راي، هي بتحترم حقوق الاقليات، بتحترم الحقوق بشكل عام، حقوق الانسان، كل الحقوق الديمقراطيه بتحترمها، ودي الميزه الاساسيه فيها. نعم، انت يعني بيقولوا دائما استاذ حافظ الانسان خارج وطنه بيعلي الوطن بشكل اوسع من في داخل الوطن. وانت 27 عام خارج السودان ومهتم بقضايا السلام والديمقراطيه، فبالتالي رؤيتك للاشياء مختلفه تماما عن كل الناس في الداخل الوطن. والله طبعا انا عشت في المنافي لفتره طويله، لكن ده ما يعني منافي اختياريه مش يعني هو، لكن برضو ما يعني ما انقطعنا عن ولا يوم عن قضايا الوطن يعني. نعم. قضايا السودان والقضايا الافريقيه وكده يعني باستمرار مهتمين بالمساله ومتابعينا يعني ما انقطعنا منها. هو وفي الفتره الاخيره بنقضي اغلب اوقاتنا في السودان، فبالتالي مرتبطين بشكل اساسي. اتعلمنا كثير من الخارج، اتعلمنا من تجارب الناس كيف يديروا شؤون بلادهم، كيف يديروا خلافاتهم، ودي مسألة برضو استفدنا منها كثير في ما بنقدمه للسودان يعني. طيب قامت ثورة في السودان، حصل تغيير لنظام الحكم بالضرورة بشكل شخصي يعني. أستاذ حافظ إسماعيل وهو رئيس منظمة أفريقيا العدالة، إنه تصور لسير عملية السلام بين أبناء الوطن الواحد. وطبعا هو شوف السلام اساسي، لانه افتكر انه السبب الاساسي خلى السودان في خلال ال 64 وال 65 سنه من الاستقلال ما يحقق استقرار سياسي ويعطل النمو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هي مساله الحروب. فلانه الدول دائما في مراحل التاسيس بتعالج العلاقات بين مجتمعاتها بين اقاليمها وبتتراضى على نظام حكم، وبعد ذاك اذا احتكمت للديمقراطيه بيبقى التغيير بيتم بصوره سلسه، يعني انت ما محتاج انك تلجا لهم عشان تغيره. فبالتالي قضيه السلام هي قضيه مفصليه واساسيه، والسبب الاساسي في عدم تطور النمو الديمقراطي تطور الديمقراطيه في السودان هي مساله الحروب. وانا افتكر انه بالضروري جدا انها تكون هي الاولويه. نعم. في الفتره الانتقاليه. نعم. يعني تصورك لا يعني مثلا بعد الثوره هل كنت تتصور انه تحصل مباحثات سلام مباشره، ولا يقعدوا من الوطن الواحد فرقاء ويتفقوا مع بعض وتبدا بعد ذاك العمليه السلميه للسلطه تبادلاتها للعمليه الديمقراطيه التحول الديمقراطي؟ والله هو طبعا اسباب الاساس اسباب النزاع هي يعني هي نتيجه تراكمات، والتراكمات دي هي ما كانت مرتبطه بس بنظام ب 30 سنه بتاعت نظام الانقاص، هي مرتبطه منذ تاسيس الدوله السودانيه كان في اختلال ما عالجته النخبه السياسيه في الفترات المختلفه من الاستقلال، وهو السبب. يمكن في فتره الانقاذ اخذ ابعاد مختلفه، يعني الحروب اخذت جوانب قبلية وجوانب دينية وكده اتعمقت يعني. لكن حصل سوء إدارة للأزمة. أيوة، لكن برضو بتبقى المشكلة الأساسية اللي هي أنه صح نحن في ثورة وفي حسن نوايا وفي أمل في أنه المسألة بتاعت السلام تعبر، لأنه الأسباب الناس كانوا بيفتكروا أنها عائق في مسألة السلام، لأن النظام كان بيتعامل مع قضايا السلام قضايا أمنية انتهت. لكن برضو يعني المسائل ما بتتحل بحسن النوايا. نعم. يعني أنت يعني دارين حسن النوايا، لكن دارين المسائل دي تترجم في شكل أفعال ونخاطب جزر الأزمات عشان نحل المشكلة. نعم. فلحتاج لثقة وإرادة سياسية. هو طبعا ديل عاملين أساسيين. هو طبعا عامل عدم الثقة عامل كان سبب اساسي في انه احنا ما نصل اتفاق، والدليل على انه عمقت المساله بتاع عدم الثقه انه في كميه بتاعت اتفاقيات تمت، يعني احنا كنا بنصل لاتفاق السلام لكن ما وصلنا للسلام. الفتره الوحيده السودان كان فيه سلام 11 سنه هي في اتفاقيه اسابابا التي تمت بدون وسيط،
تمت بمسهل وتمت بين عناصر سودانية، لكن في النهاية انتهت رجعنا لتاني للحرب، لأنه نميري من جانب واحد لقاه في سنة 83 ورجعنا تاني. طيب نحن إذا أنت ذكرت نقطة مهمة جدا ومفصلية، هي مدخل لمحورنا الجاي، اللي هو أنه الأزمة السودانية في السلام ما متعلقة فقط بالإنغاز 30 سنة بتاعت الإنغاز، وإنما هي منذ بناء الدولة السودانية من الاستقلال. وطبعا وطبعا نحن دولة استقلت ل 65 سنة لسه بنتكلم عن الهوية. نعم. ولسه بنتكلم عن نظام الحكم. فأنا أنا أنا يعني أنا يعني أنت سألتني في 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 المدخل. فهل الأزمة في من نحن؟ اتفاقنا، يعني أنا قبل يومين كنت بتابع في حوار لمثقف سوداني بيقول إنه أكبر كارثة إنه السودان في لحظة من اللحظات مش رجع مع الدول العربية، هو يفتكر السودان أفريقي بس، وممكن زول يقول يا أخي والله لا أبدا، السودان ده ما أفريقي بس، السودان ده عربي، وجات مدرسة برضه ثقافية، مدرسة الغابة والصحراء اللي جمعت بين العروبة والأفريقانية. فظل السؤال، هل إحنا كسودانيين ما قدرنا نوجد هويتنا، فبالتالي ما قدرنا نوجد نظام اجتماعي من خلاله نقدر نعيش في سلام، ولا الأزمة كان عندها علاقة برضو بجذور الاستعمار القديم هي التي خلقت هو الآن ما قدر الحكومات تردمها؟ أنا أفتكر أنه هي مسألة أنه مشينا للجامعة العربية أو الأفريقانية، كان مفروض نعم الأفريقانية. نعم. أنا ما أفتكر أنه دي المشكلة، لأنه السودان بطبعه هو جواه ذاته متعدد. نعم. متعدد في الثقافات، متعدد في اللغات، متعدد في الأديان، السودان ذاته متعدد. يعني أنا إحنا كان ممكن ندير التنوع ده بشكل احسن، ونحن ما الدوله الاولى في العالم اللي فيها تعدد ولا فيها تعقيدات تعدديه، العالم ده كله فيه. والدليل على كده ان اوروبا الحسا بقت في اكثر من 27 دوله في اتحاد اوروبي، ديل الدوله الواحده في دوله واحده، لو مشيت بلجيكا او بتلقى في الدوله ذاتها في لغات مختلفه او في ناس اصولهم الاثنين مختلفه. فبالتالي هي المسألة في إدارة التنوع ده، الفشل في إدارة التنوع، مش في التنوع كمثل أو في الانحياز لمعسكر ضد الآخر. أنا أفتكر أنه المسألة ما هي ضد وضد الآخر، هي المسألة في أنه أنت يكون عندك وسط ممكن تأكوميديت يستوعب تيل، وده المفروض يتم أنه يستوعب كل التناقضات دي ويقدر يصيرها في أنها تتعايش، والعالم كله عايش كده. إيش معنى فاشل في السودان؟ لأنه النخب فشلت في أنه تخلق المسألة بتاعت الانصهار عشان السودانية يتعايشوا بمساواة، بعدالة، بديمقراطية، باتفاق على أنه يديروا شؤون بلاد. هو طبعا العدالة دي هي بتخلق التنوع، هو طبعا اساسي العداله هي اساس. نعم. يعني اللي بتحمي التنوع بتحمي وجوده، هي طبعا الاساس، هي اساس العداله، عشان كده كانت يعني اهم عداله هي العداله السماويه، وبعد ذلك جات بقت هي الاداء او تحقق الاديان يعني وتحقق الرضا. نعم. وبتدي اي زول حقه، ودي مساله اساسيه، العداله الاجتماعيه، العداله السياسيه، الاعتراف بالاخر، الاعتراف بحقوقه، دي كلها هو شكل من اشكال العداله. طيب انا يعني انت برضك ذكرت نقطه ما درع ابو رسائل، اللي هو يعني اذا مسكنا مثلا زي اتفاقيه 73 بتاع جوزيف لاجو مثلا، 72 اتفاقيه اديس ابابا، هي تحسب بنجح الاتفاقيات، لكن برضو يظل سؤال تاريخي، هل اتفاقية لأنه مثلا الأنانية أخذت جانب عسكري قوي أجبر وقتها النظام المايوي على التفاوض، ولا هي الاتفاقية ذاتها قامت على قناعات من النظام المايوي لابد أن يحصل سلام؟ والله أنا أفتكر أنه السبب الثاني هو الأقوى، الاتفاقية قامت على أساس النظام بشيء نميري اقتنع بأنه لازم يتم سلام. نعم. واستفادت، واتفاقية أدس أبابا قامت على مبادئ مؤتمر المادة المستديرة يعني بتاع 65. يعني ما نجح في النميري رحمة الله عليه وقتها هو حقق نجاح في هذا الاتفاقية؟ طبعاً قطعاً هو كان في إرادة في أنه هو داري يحقق السلام، وما كان في تعقيدات كثيرة، وما في برضو يعني جهات كثيرة عندها أجندة غير أنه يحقق سلام. لكن بعد 11 سنة بالضبط انهزمت هذه الاتفاقية، وجاب منفس الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرن، وبدأ الثاني تجد بيانية. هو طبعا السبب الأساسي اللي خلى الاتفاقية تتلغي لأنه كان في قيام للديمقراطية، لأنها قامت في قيام ديمقراطية. يعني لو كان في نظام ديمقراطي
ما كان في نظام ديكتاتوري بتاع نميري كان ممكن تكون المشكله بتاعت الجنوب دي ما قامت للمره دي. ما تطورت اصلا. وهي المشكله اصلا شنو؟ المشكله اصلا الجنوبيين قبل الاستقلال كان مفروض ياخذوا فدراليه، لكن بعد الاستقلال النخب ابت تدين في القاعدة. واحد من الاسباب اللي خلى الحرب بتاع الجنوب تستمر، ونميري عالج المشكله دي بانه سمح لهم بالفدراليه، لكن هو ذاته لانه رغم انه نظامه كان نظام ديكتاتوري كان في قدر من الديمقراطيه ومارس في الجنوب في اختيار قياداتهم، والمساله دي هو رفضها، فبالتالي قام لغى الاتفاق من جانب واحد لانه هو نظام ديكتاتوري وده سبب. فبالتالي الديمقراطيه والسلام والتعايش والتعدد هم ديل بمشوا سويا، يعني هم متوازنين وبمشوا سويا. يعني انت تقدر تقول انه حركه السلام في السودان هي اجتماعيه ما فيها مشكله، لكن بتصطدم بالقيادات السياسيه. هو طبعا هو شوف، ما هو في النهايه يعني اسباب المشاكل هي النخبه السياسيه. نعم. يعني اسباب هم القاده وهم المفروض يحققوا تطلعات وكده، لكن هم بيساهموا في تعميق المشاكل. يعني هم بيساهموا في تعميق المشاكل، وفي النهاية بيجوا الناس البسطاء والعاديين هم بيكونوا ضحايا للمسألة دي. يعني حتى في الحروب، يعني انت مين هم الضحايا؟ هم الناس البسطاء، الناس القاعدين في القرى وكده. يعني هم يعني حتى ما لحد كبير ما بيكون عندهم علاقة مباشرة بعمق المشكلة ولا مساعدين، لكن هم بيدفعوا ثمنها لأنه النخب هي العاجزة في أنها تحقق الاستقرار أو العدالة المطلوبة. يعني نحن ما زلنا يعني نتباكى على اللبن المسكوب وانفصل الجنوب، لكن تاريخيا يقال أنه اتفاقية المرة نقرن كانت هي أكثر اتفاقيات نضجا للسلام. بعد ذلك جت الإنغاز، وقعت أكثر من 15 اتفاق سلام، لأنه الإنغاز نفسها اتسعت رقعة الحرب واتسعت رقعة الهامش. ما أطحت الحرب في الجنوب فقط، وإنما حرب في الجنوب، حرب في جنوب النيل الأزرق أو في النيل الأزرق، حرب في جنوب كردفان، وحرب في حتى في شرق السودان. فلماذا يعني لم يتحقق السلام رغم الاتفاقيات التي دارت في تجربة الإنغاز؟ وشوف طبعا أنا أفتكر أنه يعني بعد 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 ثورة أبريل 85 يعني كان في فرصة كبيرة جدا لتحقيق السلام في الديمقراطية يعني الثالثة، في الديمقراطية أيوة كان في فرصة كبيرة جدا لتحقيق سلام، اللي هو في الفترة الانتقالية تم الاتفاق على اتفاق كوكادام، وبعد ذاك جاءت اتفاقية المرق قرن، واللي كانت اتفاقية ما كان فيها تقرير مصير. يعني تقرير مصير ما كان واحد من بنودها، وكان مفروض يتم يقوم المؤتمر الدستوري اللي هو كان في يوم واحد سبعة كان مفروض يمشي السيد احمد الحسين ربنا يرحمه وزير الخارجيه عشان يحددوا مواعيد المؤتمر الدستوري، وكان حتتم معالجه قضايا الحكم وقضايا الدين والدوله وقضايا الهويه من خلال المؤتمر الدستوري بدون تقرير مصير، لكن قام نظام الانقاذ عشان يوقف المساله دي. وهو وقع اكثر من 15 اتفاق وما اتفاق سلام ولم يحقق سلام، لانه هو كان بيتعامل مع قضيه السلام كقضيه امنيه، هو داير يحتوي الحركات ولا داير يعالج جذور ازمه، ودي المشكله. طيب يعني واحده من الملاحظات المهمه برضه في سير عمليه السلام، لانه داير اناقش معك ملفات مهمه زي الهويه ونظام الحكم وكذا، انه فتره الديمقراطيه اللي احنا تكلمنا عنها كان السيد الصادق المهدي يوقع اتفاقيه كوكادام، ومولانا محمد اسماعيل بوقع اتفاقيه بيرو، برضه تحس انه برضه يعني تهافت الساسه لاكتساب نقاط احتراف بانه ادى دور للسلام افشل هذه العمليه. يعني كانت الاتفاقيات كلها كانما هي ثنائيه فقط. هو شوف هو طبعا هم ديل ما كانوا بيتعاملوا مع قضيه السلام كقضيه استراتيجيه. انت متفق معي في كلامي؟ ايوه هم ما تعاملوا معها كقضيه استراتيجيه، يعني في قضايا استراتيجيه لازم بغض النظر عن اختلافاتنا الايديولوجيه والسياسيه، هي يعني قضايا الاستقرار، قضايا السلام، قضايا الديمقراطيه، ونحن شاهدنا المساله دي في دول كثيره جدا. يعني انا عايش في بريطانيا، المساله الوحيده اللي كان في مجلس العموم ما بكون في اي خلاف هي القضيه بتاعت
ايرلندا لما بدوا التفاوض مع الجيش الجمهوري الايرلندي عشان يوصلوا للسلام، دي الحاجه الوحيده كان بيقوم دعيم المعارضه وبقول انا متفق مع الكلام اللي بيقوله رئيس الوزراء وبيقول ما في دول بيعترض، لان دي قضيه استراتيجيه مساله السلام والعداله والاستقرار. ما فيها خلاف. دي ما قضايا ما فيها خلاف، لكن المشكله انه ال- 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 السياسيين السودانيين والنخب السياسيين كانوا بيستعملوها كانها كوره. لما تكون في ملعبك انت موقف بكون مختلف، لما تكون متهاجم مهاجم وضعك، وبالتالي ما كانت قضايا استراتيجيه، دي واحده من الازمه السياسيه اللي عايش. يعني استاذ اسماعيل حاو اسماعيل انا بعيد الترحيب بك يعني، لكن بقيت في نقطه مهمه جدا، تفتكر هل الهويه نفسها عامل مؤثر في تعريفاتها في سير عمليه السلام في السودان ولا ما بالضروره؟ هو شوف هو طبعا انت 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 في انا افتكر انه اذا كانت هويه نحن سودانيين يبتكون كافيه جدا بغض النظر انه نرجع لاصولنا، لانه السودان ده ما اول دوله يكون هي سهرت ناس هاجروا من او خلفيات جينيه مختلفه او لغويه مختلفه، ما الدوله الاولى، الدول دي كلها امسك اثيوبيا جنبنا، اثيوبيا دي فيها 9 مقاطعات قائمه على اساس القوميه واللينغويستيك واللغات كويس، وبعد ذلك اذا حتى ما في يعني لو مشيت الامهره لو البوليس عملت مخالفه بطلع لك ايصال بالامهره، ولو مشيت الصومال بطلع عليك باللغه الصوماليه، ولو مشيت التجري بطلع عليك بالتجري، وبعد ذلك قدروا يحافظوا على الاتحاد، وبعدين في دستورهم بالمناسبه عندهم بند انه انت اي مقاطعه عندها الحق فانه تو اوبت اوت، يعني ممكن تحدد طوالي تصويت وتقول انا داري انفصل، ما بتنتظر المركز الجاني الديار، لكن بعد ده قدروا يحافظوا على دوله واحده لانه في النهايه قدروا يكونوا وجدان مشترك، وبالتالي هو ده بقى الهويه بتاعتهم هم اثيوبيين. نعم، تعرف يعني في عام 1979 في مجله الخرطوم صك السفير الدبلوماسي الدكتور نور الدين ساتي مصطلح السودانويه. هذا المصطلح اللي طلع سنه 1979 بعد ذلك اللي اتبناه في التسعينات دكتور الطيب زين العابدين، احمد الطيب زين العابدين عليه رحمه الله، هذا المصطلح كان جزء من منفستو الحركه الشعبيه لجبال الراحل دكتور جون قرن. السودانويه الان تفتكر هي علاج لكل مشاكل السودان؟ والله شوف انا مساله الترمينولوجيز دي هي ما اظن هي تكون مساله خلافيه، لكن نحن ممكن نتفق على حاجه واحده انه نحن سودانيين في رقعه جغرافيه محدده اسمها السودان. نعم، نحن متعددين الاعراق واللغات والاديان، ممكن نتعايش باحترامنا لبعض. وانا اقول لك حاجه، الناس بس لو مسكوا جبال النوبه دي امسكها 99 فيها تعدد، اول حاجه اصول الناس الاثنيه اصول مختلفه. نعم، هجراتهم للمنطقه من مناطق مختلفه، دياناتهم مختلفه، ومش كده بس، بتلقى في بعض المناطق في جبال النوبه بتلقى في الاسره الواحده في مسلم ومسيحي وفي مسيحي وفي وثني ولا ديني ذات، وفي المسلم ذاته بتلقى انصار السنه. نعم، بتلقى الصوفي، بتلقى كده، ومتعايشين ومتصالحين وما عندهم اي مشكله. نعم، ما هي دي الجغرافيا، هنا دي الجغرافيا. يعني مرات يا استاذ حافظ يقول لك البيئه دي ذاتها جامعه للناس، البيئه دي جامعه للناس بشكل ما عادي. هو طبعا شوف هو 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 في المشكله بتاعتنا في انه هي مشكله، انا بعتبرها مشكله بتاعت مايند سيت، مشكله بتاعت عقليه. في دول بتخيل انه هو 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 من جهه معينه وهو يعني احسن من الثاني، سوبيريس بالنسبه للثاني، هي دي المشكله بتاعتنا. اذا كان المشكله دي يعني بغض النظر عن 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 بعدين مساله ان احنا هو عايشين في السودان في رقعه جغرافيه متجانسين، بنتكلم لغه واحده وعايشين فيها. انا ما افتكر انه انا مشفتش لي مركز ثاني عشان ابقى انتمي له، ما خلينا انا انتمي للسودان بدايه. نعم، نحن يعني افتكر انه ده حوار راغي جدا، وكمية من المحاور حنكملها معك أستاذ حاوي إسماعيل محمد رئيس منظمة تفريغ العدالة بلندن، لكن بعد الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومد من الوسط النبيل بيني وبينكم، وما زلت في حضرة ضيفي الأستاذ حافظ إسماعيل محمد رئيس منظمة تفريغ العدالة بلندن. أستاذ حافظ أهلا ومرحبا بك مرة ثانية. أهلا بك. الله يخليك. نحن قبل الفاصل كنا في حوار فيه عمق لرؤية السلام بشكل عام،
وحنتكلم عن واحدة من القضايا المهمة التي تعوق نظام السلام في السودان هو نظام الحكم نفسه. انت زي ما اتكلمت عن الفدرالية وانه تجربة الجنوب في فترة بتاعت فاجئة 72 بأدس أبابا والكلام عن الفدرالية، لكن هل الآن نظام الحكم تفتكر واحدة من العقبات اللي ممكن تؤثر على عملية السلام؟ وطبعا هو واحدة من أسباب النزاعات أنه كان في مركز متسلط على 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 الهوامش، وكان الناس ما بيجدوا نفسهم في الدولة، فبالتالي عندهم حقوق كانت مهضومة، تنمية ما كانت متوازنة، ما في اعتراف بثقافاتهم وعاداتهم، ما واجدين نفسهم في الدولة السودانية، فبالتالي تمردوا عليها. فمسألة الحكم مسألة أساسية، والسودان بتعدده ده مفروض يتحكم بتفويض سلطات أو ما يعرف بديفولوشن، اللي هو يكون في حكم ذاتي أو حكم إقليمي، ولكن الحكم الإقليمي لازم يكون معه موارد يعني متاحة، يعني مش تكون الموارد مركزة في المركز يصرفها بمزاجاته وبعد ذلك الأقاليم تكون ما عندها موارد. ده ممكن واحد من سبب فشل مسألة التجربة بتاعت الحكم الفيدرالي اللي حاول نميري يطبقه وبعد ذلك مشى على نظام الإنقاذ. فأنا أفتكر أنه قضية الحكم الفيدرالي الفشل كان وين بالضبط؟ الفشل في أنه أنت عندك نظام، بتقول انت عندك نظام فيدرالي، لكن لو دار تعيين مدير مستشفى لازم يتم من الخرطوم، الموارد بتجي من الخرطوم، فانت بتكون فالسلطات المحليه بتكون هي سلطات ما عندها موارد، وهي ما بتقدر تحقق اي من مطالب السكان المحليين، فبالتالي بيصبح اي حاجه مرتبطه بالمركز، فبيقى المركز هو المسيطر، لانه المركز هو دار يفرض ارادته ودار يفرض قراراته. فدي ده ما شكل من اشكال الحكم بتاعته في السلطه. تفتكر يعني سبب اصرار المركز على انه يفصل او يسيطر على المسائل دي شنو؟ هل هو الخوف من انفصال الاقاليم دي نفسها؟ والله مش خوف من انفصال الاقاليم، هو طبعا في نخبه هي يعني استمتعت بحقوق فيها جزء من حقوق الناس الثانيين، فدار تحافظ عليها، فده واحد من السبب. لكن انت يعني في ظل تقاسم عادل للسلطة اي زول بيكون اسعد، ولو ان احنا لاحظنا يعني عشان كده تلقى الاختلال ده موجود حتى في 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 السياسات الاقتصادية، تلقى الدولة تصرف اكثر من 50 ولا 60% من موازنتها في الامن والدفاع، وتصرف 10-15% في الصحة والعلاج، عشان تلقى في خلل، فبالتالي دي كلها بتعطل مسألة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتخلق قبن، والقبن بيؤدي الى يعني نزاعات. نحن من 56 الى يومنا هذا في 2019 بنعاني من نفس المشكلات، يعني ما تسال يعني ما تستغرب هل النخب الصفوه المثقفه في السودان سواء كانت سياسيه او غير سياسيه لم تعد درسي بعد؟ والله صح، ولانه نحن في الفتره مما بعد الاستغلال حكمنا بنفس العقليه، سواء كان ببزه عسكريه او ب واحد، ايوه ما فرق بينهم، ما في فرق. فبالتالي لازم تتغير المايند سيت، لازم العقليه دي تتغير عشان نحن نفهم بانه نحن ممكن الدوله دي تستوعبنا كلنا، تستوعبنا بتساوي، وممكن السودان ده واحده من اقنى الدول في العالم، انا حمت الدنيا دي كلها، السودان ده غني جدا بموارده، لكن المشكله في السودان هي مشكله اداره الموارد، مشكله التمويل البشري، ايوه مشكله اداره الموارد دي المشكله، لكن السودان غني بموارده، وممكن كل الناس دي تكون يعني عايشه بمنتهى الرفاهيه ومتوفر لها يعني احتياجات الاساسيه. جميل، انا عجبني يعني استاذ حافظ ضربك لمثل النوبه، قبائل النوبه في السودان، وانه مثلا في بيت واحد قد تجد مسلم ومسيحي ولا ديني مثلا، وغطيت برضو في داخل المسلمين سني وصوف او 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 سلفي، سني سلفي وسني صوفي، ممكن تلقى شيء عادي يعني. فالقصه دي الان في قنبله موقوته في السودان، علاقه الدين بالدوله، يعني في ناس يتكلموا عن علمانيه الدوله، في ناس يتكلموا عن دينيه الدوله، الان دي قنبله موقوته. فتفتكر هذه القصه دي تنفع فينا تناقش في محادثات ثنائيه بين حركات مسلحه وحكومه، ولا القصه دايره معونه وسع؟ والله شوف، هي المفروض تتناقش في كل المراحل،
هي تتناقش من جوا البيت، تتناقش في في المدرسه، تتناقش في الجامعه، تتناقش في المفاوضات. اصلا احنا دايما نتكلم عن 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 مسار بتاع صناعه الدستور. المسار بتاع صناعه الدستور ده ما يعني مش نقول في نهايه الفتره الانتقاليه، ده المفروض يبدا من الليله. من الليله احنا نتكلم عن مبادئ العامه للدستور بتاعنا، ومن ضمنها مساله الدين والدوله دي، ودي مساله لازم تنحزم. يعني انا ما افتكر انه تاجيله هو بيساعد في الحل، بالعكس يعني تاجيله هو هيأجل مساله الانتقال كلها. وحتى لو تم انتقال حيكون مبتور وما حيودينا الى استقرار، وحنرجع ثاني للدائره المفرغه. واصلا يعني الصراع، بالمناسبه الصراع يعني في السودان ده غال جله بين اليسار واليمين، جل الصراع السياسي السوداني بين اليسار واليمين. الاحزاب التقليديه دي، الاحزاب التقليديه ما كانت قضايا الدين عندها قضايا اساسيه بشكل واضح واضح يعني. في الاشكالات ده بيكون بانه والله يا اخي الـ 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 اليمين في السودان داير شريعه اسلاميه، داير بعدك طبقها وما طبقها دي قصه ثانيه. اليسار يتكلم عن علمانيه الدوله، فصل الدين عن الدوله. فنحن كيف نقنع الشخصيه السودانيه بانه والله يا اخي لابد الناس تتفق على منهج، يا اما يكون فيه علمانيه في احترام للدين، او يكون فيه دين فيه احترام للحقوق المدنيه لغير المسلمين. والله نحن دايرين نعيش في دوله فكلامي الاخير بمختلف خلفياتنا الاثنيه والدينيه والقبليه، حقوقنا مساويه، واي زول محترم فيها. وبعدين المساله بتاعت التداخل الدين والسياسه، التجربه بتاعت السودان يعني احنا 30 سنه من دوله الانقاذ، احنا ما في دوله اسلاميه، احنا في دوله ديكتاتوريه متسلطة. حتى القيم الإنسانية القيم الإسلامية اللي كانت أصلا مطبقة وين؟ الإسلام ما قيم، هي ما قيم. أنت إذا دولة فيها فساد واستبداد وكده يعني أين هي القيم؟ الإشكال ما في الإسلام، الإشكال في النموذج اللي قدم الإسلام. أنا معاك، لكن مو الإسلام، الدين ذاته ما قيم، ما هو انت ما هو قيم. يعني انت مثلا الصلاه والصوم علاقتك برب ده ما بعدين ربنا بيحاسبك بها، لكن انت انا لو دار احكم عليك بحكم عليك من سلوكك وطريقه تعاملك معي. اذا انت بتتعامل معي بطريقه لا عندها علاقه بي لا بدين لا باخلاق، وتجي تقول لي انا دار اطبق لك شريعه، طبعا دي مساله انا طبعا اصلا حقيف عندها. يعني اذا انت بتستبيح السرقه والنهب بعد ذاك انا ما بعرف انه انت يعني مش لانه مش مظهر ظاهر لك لبست لي جلابيه. طبعا ذات الحدود ذاتها صعبه، تطبيقها صعبه. يعني تطبيقها يعني ابسط شيء مثلا الليله عشان تقطع يد السارق شروطه صعبه جدا. انا ما قلت لك هو، لكن شوف هل هم لما كانوا ما دارين يقطعوا يد السارق ده، قال هم كانوا خايفين دارين يرضوا ربنا ولا خايفين من القرآن؟ نعم. ما ده سؤال يعني. انت هم مرات يعني في حاجات هم ما بيعملوها مش خوفا من الله لكن خوفا من امريكا. نعم. وبعد ده انت بعد ذاك بتجي في مظاهراتك والموت لامريكا وكده، لكن انت برضه تكون خايف منها. نعم. طيب ده بيقودنا لكلام مهم جدا اللي هو استحقاقات السلام. يعني مثلا سكنا جدل المركز والهامش. هو طبعا ده خاشي مساله نظام الحكم. دي خاشي بمسألة نظام الحكم، ودي خاشي بمسألة نظام الحكم، وأنه في نخبة هي دائرة تكون مسيطرة. طيب في تقديرك أنا عشان أقوم ألغي مركز وهامش، هل احتاج لبناء اقتصادي جديد مثلا تتساوي فيه مثلا ولايات والأقاليم؟ هل احتاج لبناء عملية سياسية ومنهج سياسي جديد؟ وطبعا هو دي المنهج السياسي، الاقتصاد ما سياسة. Good economics is good politics. الاقتصاد هو السياسة، لأنه الاقتصاد هو حياة الناس، وإنت إيش عن تكون سياسي الناس يحترموك ويصوتوا لك، مفروض تراعي شؤونهم، وأهم حاجة الاقتصاد، لأنه الاقتصاد حياتهم تعليمهم صحتهم ده كله خاشف الاقتصاد للموازنة. فالمفروض يحصل شنو؟ أن إحنا في السودان في صح أقاليم ظلمت، مش لأنها فقيرة، لأنه مواردها كانت بتتشال وتتحول إلى حتات تانية. دي تعد لها كويس، ويعاد البناء الاقليمي وتتاح للناس الموارد، يعني ما يعرف بالفيزيكال فيدراليزم اللي هو يكون زي ما انا قلت الفيدراليه يكون معاه موازنات، والموازنات وانا متاكد دي مساله حتخلي الاقاليم تساهم بشكل كبير جدا في الناتج القومي وتمشي. لكن دايره مساله بتاعت عداله، دايره مساله بتاعت عداله. وبرضه يعني في الفتره الاولى لازم يكون في قدر كبير من التمييز
الافيرمتيف اكشن او التمييز الايجابي للمناطق الطرد. وبرضو انت لازم تعالج اثار الحروب، الحروب دي لازم تتعالج اثارها. اذا كانت الدوله بتصرف 70 ولا اكثر من 70% من موازنتها كانت في الحرب، نحن كده نحول المساله دي فانه نعالج اثار الحرب. انت كيف تلحق الصدارة الاجتماعيه؟ طبعا لازم نعالج اثار الحرب دي واثار اثار متعدده، انا متكلم عنها لفتره طويله جدا. لازم تعالج، انت تغير بعد ذاك انت الماكرو ايكونوميك سياستك بتاع الاقتصاد الكلي، بدل انت تصرف موازناتك بالحرب اصرفه في الناس واستثمر. يعني استثمار في صحه الناس هو استثمار لانه عنده عائد، الزول الصح المعافى كده بنتج. الاستثمار في التعليم، كل ما علمت الناس بالذات التعليم يكون تطور وتطور رأسي، برضو الناس ديل بعد ذلك بيكونوا هم مبدعين، البلد بتتقدم، بتجذب استثمارات لأنه بيكون في قدرات، لأنه بيكون في كفاءات وكده. فإنت بدل تستثمر في حرب استثمر في التعليم. وهسه ان احنا ال 70% اللي كنا بنصرفه في الحرب ولا كده، خلينا نصرفه في التعليم، نصرفه في الصحه، نصرفه في البنيه التحتيه، نصرفه في تطوير الاقتصاد، نطوره في كده، في الزراعه، نعالج مشروع الجزيره، نعالج مشاريع الزراعه الاليه. استاذ حافظ، بما انك عشت في اوروبا في الغرب بشكل عام، في سؤال لافادتان الشخصيه اعتذر للمشاهد وللمشاهد. يعني لما نعايل تاريخ اوروبا النازيه في المانيا، الفاشستيه فاشيستي في ايطاليا، الحرائق اللي حصلت في اوروبا دي، والقنبله النوويه الذريه سقطت في هيروشيما ونجازاكي في 1945، التجربه دي خلت مرارات في الانسان الاوروبي. كيف قدرت اوروبا تتجاوز كل هذه المرارات وتصالح مع نفسها؟ والان الدليل على ذلك انه بعد 50 عام من الكلام ده جاء في اتحاد اوروبي. فالمنهج العمل الاوروبيين في انه يشوا السلام النفسي في داخلهم شنو؟ وشوف، وطبعا السبب الاساسي في ده انه الناس عرفوا انه من الاحسن انه يعيشوا في سلام. بتحقق استقرار، بتحقق امن، بتحقق رفاهيه. كويس؟ والدليل على كده لحد الليله في اليوم اللي انتهت فيه الحرب العالميه الاولى، كل سنه في يوم 11 شهر 11 تقوم الملكه تخد ظهور في التمثال بتاع الجندي المجهول عشان تذكر الناس في انه الحرب دي حاجه سيئه. والمساله دي مستمره لحد هسه، يحتفلوا بعد كم 60 سنه من نهايه الحرب العالميه الاولى بيحتفلوا بنهايه الحرب العالميه. وعشان كده هم عملوا اتحاد اوروبي وتعاون اقتصادي، بدل المانيا وايطاليا كانوا مع النازيه يحاربوا الدول الحلفاء، بيجوا حسا هم متعاونين اقتصاديين. حصل لهم سلام نفسي. ايوه حصل لهم سلام نفسي، وتاكدوا من انه اسلم شيء فانك انت تعيش في سلام وامان انك تتعاون اقتصاديا، انك تتعاون ثقافيا، انك تحترم الاخر، انك يكون عندك ديمقراطيه. كويس؟ فده عشان كده تجارب الناس، ان احنا حقه نبدا من حيث انتهوا الناس. يعني ان احنا نبدا من حيث انتهوا، يعني مش نحاول نعيد تجاربهم. الآن في فرص تحقيق سلام في البلاد اليوم، تفتكر الفرص دي هي كفيلة بالشكل الآن، ولا أنت تحتاج تكتب مسودة بتاعت مسودة صغيرة بها تكتمل عملية السلام؟ وشوف، أنا صح في تفاؤل لأنه يتغير نظام الإنقاذ والناس حيكونوا جادين، لأنه العسرة الأساسية في مسألة عدم تحقيق السلام مشت. لكن مسألة السلام مسألة سهلة، هي ان احنا لا نكون مستوعبين التعقيدات بتاعت السلام. وزي ما قلت، هي تراكم لمشاكل قامت مع قيام الدولة السودانية، صح عمق الانقاذ، لكن هي مسائل دايرة استعداد. وانا لحد هسه انا ده ما شايفه دايرة استعداد بالقدر المطلوب عشان احنا نصل للتراكم. طالما قلنا ان احنا خلاص اخواننا في الحركات المسلحة، ان احنا بعد بقينا مع اعداء، ناس كنا عندنا كفاح مشترك ومصير مشترك، يا اخي قدم لنا مشروع زي ده. شوف القضايا الاساسيه اللي ممكن تكون خلافيه شنو، خلي الحكومه دي تعمل تشاورات وتطلع بمشروع زي ده وتطرحه للحركات عشان تمشي خطوتين. خليهم يجوك الخطوه الثانيه عشان تتلاقي معهم. انا افتكر ده المفروض يتم، لكن ده لحد هسه ما شايفينه. عشان كده انت لما تمشي، يعني مثلا الجوله اتاجلت الجايه دي، هل الجو في شهر 12 لما تتعمل الجوله الجايه، هل في استعداد؟ هل احنا ممكن بس مجرد نصل لاتفاق بتاع اعلان مبادئ مع الحركه الشعبيه جناح عبد العزيز الحلو؟ هل ده ممكن يحصل؟ ده ما كل اسئله لازم ما حاسس انه مرات برضه اتفاقات السلام في السودان
بتدور بالطيبة السودانية ما بتدور بمنهجية؟ والله يا أخي اتفاقات السلام اللي تمت في السودان دي كلها كانت فيها تأثير خارجي هو برضو صنع ما صادقة يعني 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 إرادة بكا سودانية بحتة. هو طبعا شوف هو يعني في مصالح إقليمية ومصالح دولية كان بتتطلب أن يكون في اتفاق بتاع سلام. لكن ده لا يعني أنه الاتفاقيات التمت دي كلها اتفاقيات سيئة. اتفاقيات السلام دي ما كانت اتفاقية سيئة. أي ما مرات هي كان اتفاقية الهدف الأساسي منها أن تحقق سلام، تحقق ديمقراطية، وتدي الجنوبيين حق تقرير المصير، وفي اتفاق أنه كان الوحدة تكون هي جاذبة. الفشل في أنه الاتفاقية ما نفذت ولا بنسبة 25%، عشان كده لا تحقق سلام ولا تحقق الديمقراطية. أنا قبل لما تكلمت عن انه التصالح النفسي او السلام النفسي عند الغرب هو كانت واحده من الاشياء التي قامت ما على المشاعر، قامت على الحسابات. تكلمت تفضلت بها، لكن كثير جدا من اتفاقيات السلام بتبدا من 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 علاقات انسانيه. يعني مثلا اديك نموذج بسيط جدا جدا، لما وقعت الحكومه في 97 اتفاقيه خرطوم للسلام حصلت حاجه غريبه جدا جدا، انه الراحل الزبير محمد صالح نائب الرئيس مشى قعد 15 يوم الاسبوع مع المتمردين في الغابه مثلا. هالقصه دي خلته يحس انه زول جادي في قصه دي. السلام وجو معه. هالاتفاقيه دي بعد ذاك فشلت. يعني هي لانها ما بدت بمنهج اللي تفضلت بيه، فبدت بالشكل الانساني دي. فهل القصه دي ممكن تكون برضه مؤثره في عمليه السلام القادمه؟ وشوف هو طبعا العلاقات الانسانيه قد تكون عند تاثير، لكن ما كل شيء. ايوه لكن هي ما كل شيء. في القضايا الاساسيه لازم تخاطب. نعم. يعني اوروبا لما تجاوزت الماضي بتاع الحروب بتاع، شوف المحاكمات التمت للنازيه، التعويضات التمت. أيوة. وبعد ذاك الالتزام. أيوة. الالتزام التمت. يعني اليابانيين اوقفوا مساله التسليح. أيوة. وأنه يصدر الجيوش. نفس الشيء المسألة دي تمت للألمان. بعد ذلك جو اتفاق بتاع دفاع مشترك وتم الناتو وكده. فالناس لازم يعني عملوا قطيعة طلاق مع الماضي المرير بتاعهم. بعد ما أول حاجة حققوا أشياء كثيرة جدا. فنحن دارين نمشي لدي، دارين نحقق جديدة، دارين نحقق عدالة انتقالية. نعم. دارين نحقق سلام حقيقي، دارين نخاطب جذور الأزمة. وبعد ذلك عشان نقدر ننتقل الى مرحله جديده. طيب ونبدأ. في نماذج تجارب سلام في 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 المصالحات الدوليه في حولنا في الاقاليم، شو تفتكر انجح تجارب السلام شنو؟ هل ممكن احنا برضه ناخذ منها يعني تجارب متشابهه لينا؟ والله شوف هو طبعا احنا يمكن طول الأزمة السودانية خلت تكون فيها قدر من التعقيدات. لكن ده لا يعني أن هي يعني ما قدرت على المشكلة بتاعتنا. يعني مثلا علاقة الدين والدولة. نعم. دي ما مشكلة كبيرة في كثير من الدول. نعم. كويس. دي واحدة من المشاكل اللي ممكن تكون هنا في السودان، لأنها هي فيها بتصير مشاعر وكده. أيوة. ودي ممكن تكون تخلي المسألة أكثر تعقيدا. يعني دي مثلا ما موجودة في سوريا مثلا. كويس. ولا رواندا. يعني الحصل في رواندا ماتوا اكثر من قريبة 800,000. نعم. كويس. لكن بعد عسى التوتسي والحوثي قدروا يصالحوا. رواندا بقت من اكثر الاقتصادات الاوروبيه الافريقيه مزدهره. ليه؟ لانه هم برضو عملوا محاكمات وكده وقدروا يتجاوزوا. لسه ما حققوا ديمقراطيه بشكل مطلوب، لكن على الاقل في نمو وفي كده وفي تصالح. نرجع ثاني للقصه بتاعت العاطفه والمشاعر. ايوه ده يجوز، لكن لو القضايا الاساسيه ما بتتعالج بالعواطف والمشاعر، بتعالج بمخاطبه جذور الازمه بعقلانيه. يعني اذا قلنا لك الان اهم التحديات والعقبات اللي بتواجه عمليه السلام في السودان بكل تير بعد 63 عام دي شنو؟ والله اهم اول حاجه خلينا نخاطب جذور الازمه. لحد هسه احنا ما قدرنا، ما حددنا تعاملنا مع جزء أدمى بالشكل المطلوب. يعني دي واحدة من التحديات. المسألة الثانية، إذا دارت تتعامل معي عن التحديات اللي بتواجه الجولات الجاية بتاعت التفاوض، في تحديات كثيرة. في مشكلة في المقر، في مشكلة في الوساطة، في مشكلة في استعداد الوفود الحكومية، في تشرذم في الحركات. في مشكلة في المقر كجوبة يعني؟ في مشكلة في المقر في جوبة كبير. أوه. كويس. وفي مشكلة في الوساطة ذاتها وقدرتها في أنها تكون هي وساطة حقيقية. في مشكلة أنت بتعاني بالوساطة جنوب السودان يعني كحكومة؟ الوساطة
جنوب السودان كحكومة وجنوب السودان كفينيو كمكان للتفاوض دي كلها برضو ممكن تكون. بتفتكر انه المكان الان سوين؟ والله انا افتكر انه المكان الان سوى اثيوبيا. اثيوبيا؟ ايوه في لانه اثيوبيا بتطلعنا من المحاور، لانه احنا لو بتطلعنا من المحاور لانه في صراع بتاع محاور، وصراع المحاور ده ما بيختمنا كثير. لكن اثيوبيا لان اصلا اذا تمت في اثيوبيا هي لانه اثيوبيا مقر الاتحاد الافريقي، يعني ما حتكون هي بس الراعي هي الحكومه الاثيوبيه انما الاتحاد الافريقي، والمسائل دي ده السبب اللي كان بيتم باعتبار هي الارض اصبحت محايده. دي الايجاد تفاوض الايجاد لما تم في كينيا، كينيا كانت مش لان كينيا هي كانت الدوله المستضيفه بس لان هي كينيا كانت ارب موي كان رئيس الايجاد في الوقت ده وهو كان فده كان السبب، لكن انا افتكر انه اثيوبيا ممكن تكون فينيو ومفروض يكون يعني فيه. انا لاحظت حاجه يا استاذ حافظ، انا في 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 البرنامج ده استضفت مجموعه من الاخوه في الحركات المسلحه وكانوا بيتكلموا على انه والله يا اخي واحده مشاكل جوبا قصه بتاعت الرعايه عمليه السلام ما بعد ذلك يعني ودفع نفقات الحرب، يعني هو كان التركيز كله عند بعض الحركات في قصة ما بعد الحرب ودفع التعويضات. أنا أفتكر أنه هذا مشكلة، أنا ما أفتكر دي ده سبب، أنا ما أفتكر أنه دي مشكلة. المسائل اللي بتتعالج أصلا إذا تم وصول اتفاق سلام هيتعمل مؤتمر بتاع مانحين، هيتعمل جوين أسسمنت ميشن اللي هو تقييم لاحتياجات السودان بالذات فيما يتعلق بمعالجة آثار الحرب، ويتم مؤتمر مانحين. لكن المهم في السودان أنه السلام إذا كان سلام حقيقي عالج القضايا الأمنية وقضايا النزوح وكده، ممكن بعد ذاك السودان ده بلد غني جدا بيحتاج لاستثمارات أكثر من أنه محتاج لهيبات. لكن الاستثمارات دي لازم تأسس لها على أساس أنه الدولة يكون فيها استقرار سياسي، وبعد ذاك ممكن تكون هي دولة جدا جاهزة للاستثمارات. وأنا أؤكد الاستثمارات بتخلق وظائف، الاستثمارات بتخلق موارد، بتنمو الاقتصاد، الناس بتمشي لقدام. لكن مسألة أنه انت داير منبر للتفاوض في جهة مثلا زي ما كان قطر راعية مؤتمر دارفور وبتقول أنه احنا بنجيب، أنا افتكر أنه ده ما سبب، ده ما ممكن يكون سبب أساسي. إذا تمت اتفاق بتاع حقيقي بتاع سلام وعولجت الآثار، أنا متأكد المجتمع الدولي بيكون عنده التزام تجاه السودان عشان يضمن أنه اتفاقية نفذت بالشكل اللي نعيش عشان ينتقل السودان إلى سلام وديمقراطية، وبكون عنده دور أكبر يلعبه، وبرضو بيكون في حافز أكبر للمستثمرين عشان يجوا يستثمروا في موارد السودان الكثيرة. الغالب على دول العالم الثالث إنها بتنظر للمنظمات العاملة في مجال السلام والتنمية والديمقراطية على إن هي منظمات برضه عندها الإيشو بتاعتها، عندها ملفات الخاصة بها جدا، أجندات الخاصة بها جدا. فأنتوا كمنظمة تفريغ العدالة لندن، يعني أنا داير تطمينات في إنه هذه المنظمة هي تعمل فعلا لإحلال السلام. وشوف الاتهام ده موجود على كل المنظمات أنا يعني. أنا طبعا هسه المنظمة دي فرع السودان، يعني هسه أنا فرع السودان عملنا فرع السودان، لكن أنا داير أقول لك حاجة، أي زول عنده أجندة وبعدين في العلاقات الدولية شؤونك الداخلية هي شؤونك الخارجية هي شؤون الداخلية هي شؤون خارجية لزول، وشؤون الثاني الداخلية هي شؤون خارجية لك. فبالتالي العالم أصبح قرية، العالم أصبح قرية لكن بيقوم على المصالح. نعم. ما في دولة في العالم ما بتكون محتاجة للدولة الثانية، أمريكا محتاجة للدولة الثانية، الصين اقتصادها ده لو ما كان لقى اتفاقية تجارة تفضيلية مع أمريكا وأوروبا ما كان بقى الاقتصاد الثاني في العالم. فبالتالي دي السياسة الدولية، السياسة الدولية قائمة على المصالح، انت كيف تقدر تستفيد من مصالحك. لكن مسألة انه اي زول عنده اجندة دي اصلا معروف، لكن اجندة ايجابية طبعا، انت كيف تقدر تستثمر لمصلحتك. نعم. ده الاهم يعني. نعم. يبقى نحن شاكرين لك استاذ حافظ اسماعيل محمد. والله شكرا جزيلا يا اخو، شكرا للشروق على اللقاء ده. وانا قلت ده اول حوار لك في قناه سودانيه، ان شاء الله يكون الحوار
يعني فتح ملفات كويسة عندك. والله شكرا جد، شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه قضايا السلام ده الهم الأول. نعم. وده هم مشترك لنا كلنا، ونأمل أنه عملية السلام تتقدم، ونحن على استعداد أنه يعني يمكن لو الناس مشوا ميل ممكن دارين نمشي ألف ميل عشان نحقق السلام إن شاء الله تعالى. الله كتر خيرك كثير. شكرا لك. إذن عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار آخر مع ضيف الأستاذ حافظ إسماعيل محمد، رئيس منظمة أفريقيا العدالة الموجودة بلندن. لحد ما نقبل في حوار آخر هذه، أعطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك. شكرا لك.